هذه الشيمة إهداء من الشاعر أبو سلمان القرادي إلى آلهة عامة وإلى العرسان خاصة جابر محمد وسعود حسن ونايف جبران وعدي علي، فألف ألف مبروك. إهداء لأبو سلمان في بلد عقفاني يبدع القفان وشارع يبنيها هاجة سلام دعته في لطاني قال واكتب وانك أصبر وفيها قال أبو سلمان في بدع قفاني يبدع القفان وشارع يبنيها هاجة سلام يا ما في